طبعا هناك نوعين من الأجهزة، هناك نوعين من الأجهزة من أجهزة تسريع النتائج على مستوى المحطة وعلى مستوى المركز. أي في عموم العراق هناك أكثر من 60,000 محطة سوف يكون هذا الجهاز منتشر في هذه المحطات. مجموعة المحطات تنتمي إلى مركز الثراء، سوف يكون هناك جهاز خاص على مستوى المركز. في حالة عطل هذا الجهاز على مستوى المحطة نستطيع أن نستبدل جهاز من مستوى المحطة على مستوى المركز على مستوى المحطة. لتلاحظون حضراتكم آلية العمل، هذا الشريط الخاص بإعلان النتائج سوف يوزع على بعد إرسال النتائج على الكيانات ومنظمات المجتمع المدني الحاضرة في كل محطة. لاحظت كيف أن الجهاز سحب الورقة بعد ما المواطن يحبر إصبعه يوصل إلى المراحل النهائية، يضع الورقة في الجهاز والجهاز يبتلع الورقة ومن ثم تعلن تقرأ نتيجة الورقة في داخل المحطة. هنا وصلنا إلى مرحلة طبع تقارير النتائج مثل ما ذكرنا حضراتكم. بعد إرسال النتائج إلى مركز خالد نهار في المكتب الوطني سوف تطبع النتائج على عدد مراقبي الكيانات ومنظمات المجتمع المدني المتواجدين في داخل هذه المحطة. حقيقة الخروقات هذه الانتخابات تكون قليلة بكون انه هناك جهاز يستقبل بطاقة الناخب ويعني مبرمج حسب برمجة من قبل المفوضية، وتكون الخروقات قليلة ان شاء الله. والحقيقة هو هناك يعني صعوبة باجراء الانتخابات كون اكثر الناس هم خارج مناطق سكناهم حاليا، واللي يرجعوا قليلين جدا، وعندك الجانب الأيمن يعني لحد الآن ما مكتمل والسكان ما راجعين لحد الآن. اليوم كما تعلمون كما بقية الأيام أن هذه الدورات والتوعيات جدا مهمة، وخاصة في حالة التسقيط التي يمر به العراق العظيم من بعض الإعلاميين، من بعض القنوات، من بعض الجهات المغرضة من أجل التسقيط الانتخابي، ونريد أن نعمل على أن تقام هذه الانتخابات في موعدها من أجل التغيير المباشر للشريحات المجتمع. وكما تعلمون أن هذه الدورة الانتخابية التي حدثت هي كلها قامت بها المفوضية العليا للانتخابات المستقلة بتجهيز الأجهزة الإلكترونية الحديثة مع دولة أوكرانيا، وأيضا أتت بكثير من المعدات الاحتياطية في حال عطلها، وكذلك الصيانة. طبعا أنا أرى الانتخابات في مدينة الموصل ستكون هي الأفضل، وسيكون المواطن الموصلي أكثر اهتماما بهذه الدورة الانتخابية كونه هو الأكثر ضررا، فعليه أن يشارك بالعملية وبالتحديد بعملية تغيير شاملة ليستطيعوا أن يعيدوا الموصل كما كانت.